احنا معانا دلوقتي رئيس جهاز حمايه المستهلك، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ شريف، ازي حضرتك؟ وبشكر سيادتك على العرض المتميز والتوضيح الجميل اللي بيصل برساله قويه الى المواطن بتوعيته عشان ما نعملوش قلق، بنوعيه في اطار صحيح وفي اطار توضيح المضمون الخاص بالخبر. كتر خيرك، ده 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 شغلنا، لا شكر على واجب. عايز اسال حضرتك، الخرج من النهارده من عند حضراتكم، من عند جهاز حمايه المستهلك، اولا هل ده اعلان ملزم لكل الاطراف انه يبدا فورا سحب الادويه دي؟ بالفعل يا فندم، هو بالتنسيق، هو الجهاز وطبقا للقانون بالتنسيق مع الاداره المركزيه للصيدليات بناء على النشره اللي صدرت عن الاداره المركزيه لشؤون الصيدليات، قالت فيها ان هذا الدواء الجزء بهذه المواصفات مضره او فيها شوائب زي ما حضرتك قلت، وده بيلزمنا احنا كجهاز طبقا لنص القانون 67 لسنه 2009 2006 ان احنا نستدعي الشركات المنتجه او اللي بتتعامل في هذا النوع اذا كان مضر بصحه وسلامه المواطن او المستهلك. وفعلا بالفعل احنا استدعينا الشركات وعملنا لقاء، وتجاوبوا بالفعل، دي كانت برضه ظاهره وبادره كويسه، حتى يعني كان رد فعلهم ان لا يمكن ان يكون الربح المادي طبعا او الهدف المادي هو الاساس، بان حرصهم على صحه وسلامه المواطن المصري، وبداوا بالفعل في اتخاذ خطوات سريعه لسحب كل الكميات من الصيدليات او من اماكن التوزيع على مستوى الجمهوريه. والناس اللي دلوقتي ما تعرفش، يعني دايما لازم نفترض انه بالتاكيد في ناس ما تعرفش، الناس اللي هتروح تطلب الادويه دي من الاجزخانات او من الصيدليات، الصيدليات كلها فيها النشرات الخاصه بالادويه دي، هتقول لهم لا ده مش موجود، لا ده يعني هيتم التعامل معهم، اللي ما يعرفش هيقولوا لا والله الدواء ده تم سحبه. بالفعل يا الشركات كمان وفرت البديل حتى لا يحدث فراغ بالنسبه للمرضى، واداره الاداره المركزيه للصيدليات خضبت المنشور اللي هو رقم 51 لكل الصيدليات على الايميلات الخاصه بيهم، في متابعه وتنسيق تام بيننا وبين الاداره المركزيه للصيدليات وكل الاجهزه الرقابيه لاتخاذ اي الاجراء القانوني تجاه اي مخالفه في هذا الشأن. كل ده حرص من اجهزه الدوله، حرص من مؤسسات الدوله، وجود تنسيق تام للتاكد من كل المنتجات الموجوده الا تكون فيها جزء مضر بصحه وسلامه بالتأكيد المواطن. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا على التوضيح برضو وعلى المهمه دي لانها مهمه ضروريه. اللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حمايه المستهلك، شكرا جزيلا. مره ثانيه هنعرض على حضراتكم بس قائمه الادويه، هتشوفوها على الشاشه لانه مهم اللي ما لحقش يقراها، اللي ما لحقش يشوف الادويه، قائمه الادويه دي هي الادويه اللي ما ينفعش انها ناخدها دلوقتي، هي مسحوبه من السوق، مش هتبقى موجوده، هيبقى فيه المعادل ليها او هيبقى فيه البديل الخاص بيها لانه فيها شوائب، الشوائب دي ضاره جدا وممكن يعني تؤدي لاضرار سيئه جدا، منها التسبب في اي اورام لا قدر الله. دي قائمه الادويه، مش فاكر انا اسمه بس هم كانوا بيقولوا له لا تشرب الدواء، الادويه دي لا تشرب الدواء.